عمل زين عمل كثير يلوم على مثلا بعض المدربين انه الحديث شيء والواقع يكون شيء اخر. وما يدخل في راسي يدخل في راسك. عجبتني الكلمه تاع حسين. حسين ثاني ولاعب انترناسيونال الله يبارك، قال لك جورناليست باش يحكم على واحد بالهضره تاعو. دوك انا اليوم ما جا سي بيان بو واش هو يقول كيما راك تقول، بصح يفو با تولي لنا على لونغ سي اون اوبيراسيون سيدكسيون، تسمى راك تدراكي فينا برك بالهضره. باسكو اسمح لي، نهار ما تجي يعني فيدراليه زوتشي قالوا كاع هذا الشيء، يعني قالوا بلي نديروا دي تي ان لا بروسبيكسيون وهادي، ومن بعد هذيك دخلنا في حال، ومن بعد قال لك الكاراز يعيش هنا شهر، ومن بعد ولينا نشوف هرمون الماتش يروح لاسبانيا. تي كان وين هو الحل؟ تي كان وين يدير؟ هذا كاع مازال ما شفناه. دوك اليوم ما جا اذا ويقول هذا الشيء لازم يكون مسؤول على هذا الكلام تاعه. اذا ما يديرش هاد الاشياء، انا جبريفير واحد اللي ما يهضرش ويعمل، كو تهضر وما تعملش، لان اذا غدوه انا يعني سي بيان بو، ويعني كما قال لك رشيد لو فيكو تاعو ليكسبيريونس تاعو، باسكو هذا الشيء ماهوش جديد على الجزائر. صح. واليوم يعني كناخب وطني احنا كما قال لك رشيد كنمشيو للملاعب ونتكلموا مع اللاعبين، يعني اللاعبين عباك واش يتكلموا معنا؟ يقول لك احنا اون بلو هاد لا فولونتي، لان انا بلي نخدموا ولي زونترينور ما يعيطوناش. بصح اليوم لما ناخب وطني يتكلم ويقول لك يعني احنا نتكلم الفرصه الفرصه اللاعب المحلي هذا يولي دافع. ولكن قلت لك اليوم ما جاء بهذه التربصات، انا عجبتني الكلمه اللي قال، يعني حنا في با دو سوسيال يفو يولي عنده رول دو سيليكسيونور، لان المنتخب ما يكونش، المنتخب يدي الاحسن قالك ندو لي ميير سوا في البطوله. ونزيد لك انا، انت تكلمت على علي واش يحكي، علي عنده الحق في حاجه لما يقول لك اليوم، يعني اذا عندنا لاعب في الجزائر عنده نفس المستوى مع لاعب في اوروبا نجيبو تاع الجزائر. وعلاش؟ لان لما تمشي ودير تربصات منتظمه كما قال بحماجه يا لو كان خطره في شهر، يعني هذوك اللاعبين بانتظام يولوا عندهم اون كوزيون كيلعبوا بيناتهم. شوف المنتخب المصري هو اللي اعطانا درس لما فاز بكاس افريقيا ثلاث مرات متتاليه، ثلاث مرات متتاليه بلاعبين محليين، ولكن بطولتهم قويه ما قويه. صح بس مساح شكون عاود ندير لك غير اسمح لي معليش تفضل. انت قلت بطوله قويه في مصر، كانت بطوله الاهلي والزمالك بطوله زومبيه قويه. نو داروا ليكسبيريونس قبل ما يجي رونار ولادجوان تاعو باتريس، كان واحد من لازومبي هو دار غير لي لوكو، ومن بعد جاو كملوا داو بهم لاكوب دافريك. دونك ايفا دونك لا كويزيون، الناس اللي تلعب كيف كيف بوندون دي زاني، حتى المنتخب اقل من 20 سنه تاع زومبي دا كاس افريقيا مؤخرا. ايه في الفريق الوطني شيء مهم. هذه واش نقول لك، لو كرون بروبليم في الفريق الوطني هو سي ان بروبليم تاكتيك ولا دونك كويزيون. ماشي عندكش الوقت باش تجمع اللاعبين وتخدم بزاف، دونك هذا هو المشكل. صح. ولكن رابح ما جا الان كي يجمع اللاعبين الاحسن في البطوله الوطنيه ويروحوا يلعبوا مثلا في افريقيا ولا يجمعوا في كاس، ومن بعد تجيب اللاعبين من اوروبا ودير اسمو تقدر ما تمشيش كي تجيب من اوروبا. سامحني حسين كي تجيب من اوروبا، انا علاش عطيتك مثال تاع مصر صالح وحده؟ بصح كي تشوف اللاعبين اللي يلعبوا معاه كي وصلوا له الكره يديرها في الشبكه، باسكو عنده خريج مدرسه المصريه، ماهوش لاعب تاع اوروبا، يل سي اميليوري في اوروبا، راح لاوروبا سما اون تيرم دو كاليتي انترانساك، هو سي تان طري بون جوار. واليوم انت كي تجيب لي واحد في دوزيام، انا كي نحكموا لا جينيراسيون تاع حسين شحال اللي كانوا محقورين. اليوم كي تاخذ باريزومبل ناخذ لك مثال صغير اللي عشناه، جابو كانوا يقولوا لاعب تاع 10 دقائق، ولكن سامحنا انا اليوم نقولها لك، ما انا زعما نديروا اون اوبيراسيون باش الناس يفرحوا ولا ولكن شو جابوا اون بيبيت في لونطرين، حتى اللاعبين المحترفين اللي هما ابراهيمي محرز يقول لك لاعب ممتاز، يقول لك لاعب ممتاز. انا نقول لك نروح ابعد من ذلك، لو تمزج كاع هاد اللاعبين ما تخرج جابوا. حسين الشوفي وقته كان ايضا يعني ماشي كي راهو قدامي، كان بين يعني الامكانيات، لكن تم ولكن لما انت تعطي الفرصه وتعطي سي با الفرصه سي با كو لوكازيون، تعطي له لا كونفيونس اللاعب المحلي وتخدمه بانتظام. لما تجيب اللاعب اللي هو ملهيه وعنده كاليتي كيما محرز، كيما باغ اكزومبل ناخذوا دي جوار اللي راهم يدونيو كيما ابراهيم، يعني عندهم اون كاليتي كي ديرهم في هاد ليكيب اللي كومبو. شوف 2014 الناس تنسى، شوف نحسب لك اللاعبين اللي لعبوا ضد المانيا بالكلام، جابو سوداني حليش سليماني هادو منين خرجوا؟ خمسه خرجوا اساسيين من الجزائر. صح. تكلمنا على هذا من قبل، تكلمنا عليه. خليني نسمع راي علي بن شيخ فيما يتعلق ب اللاعبين تاع البطوله الوطنيه. الكثير يلوم باننا نتكلموا على اللاعب المحلي بما فيهم ماجر، بما فيهم علي بن شيخ، بما فيهم الكثير من لي كونسلتون والمدربين، ولكن يقولوا لو نعجنوا يعني كاين لاعبين
يقول لك تلقى 4 5 على اكثر تقدير 6 لاعبين يقدروا